سلام. نرحب بالسيد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق والوفد المرافق له. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مدينة الشهيد العربي المهيدي رحمه الله، لنحيي الذكرى 64 لاستشهاد البطل الشهيد الرمز محمد العربي المهيدي. من زملاء الشهيد الذين حضروا معنا الذكريات السابقه، وسرد محمد العربي بن مهيدي كما سماه احد المحاضرين بايقونه الثوره، لكي نقف امام مدرسه نتعلم منها النضال، نتعلم منها الكفاح، نتعلم منها التضحيه، فهي رساله لنا لان الشهداء ادوا ما عليهم، باعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله ومن أجل تحرير هذا الوطن، فهم في مقام علي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله عز وجل أن يطيب ثراهم وأن يرفع من مقامهم وأن يعلي من شأنهم. اللهم من أراد بلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا البلد بشر فأشغله بنفسه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برنامج مناطق الظل استفادت مشت المهيدية بعملية إيصال الغاز الطبيعي دونك لهذه المنطقة من مناطق الظل. منطقة الظل عندنا الريزو بون لا كونسيستونس جلوبال تاع بون كل راكوردمون دو 5 فواي ايسي في هذا المشتى عندنا تقريبا 1 كيلومتر 400. يكون من انامل صغار دار الشباب او البيت تحت اشراف اطار ميهو برابح، صنعوه الشهر هذا بالمناسبة هذه، هو هدية لكم السيد الوزير. احنا رانا هنا باش نحييو ذكرى قامة من قامات الجزائر، حكيم الثورة الجزائرية. ماهوش من السهل بالبساطة نديروا أي عمل ونتقبلوه بهذه البساطة، أكيد هذا العمل هذا يدخل يعني إنجاز فيلم طويل فيه 120 دقيقة يروي تضحيات ونضالات نتاع الشهيد، وأنجز بين وزارة المجاهدين ووزارة الثقافة، لكن كان من الصعب أنك تتقبل كل ما يرد في محتوى هذا الفيلم. هذه يعد معلم تاريخي، والمعالم التاريخية مسيرة في القانون، ومسألة هذه تحتاج إلى إجراءات، وحتى تسير نتاعها راح يكون طبقا لمرسوم تنفيذي، راح يكون إن شاء الله بإلحاق هذا المكان التاريخي هذا بالممتلكات الخاصة بوزارة المجاهدين، وإن شاء الله نوفروا له كل أسباب تسير. سي با زان دوكري، لو دوكري إلي، مثلا باش نعتبره ونديروه كملحق فيه إجراء آخر إن شاء الله يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية مع الملك الوطنية إلى غيره، إلى غاية استيفاء الإجراءات إن شاء الله راح يكون. بالعكس، إحنا من اهتماماتنا الأساسية في القطاع أننا نولي العناية خاصة المعالم التاريخية.